السبيكر استاذي الحبيب واستاذنا جميعا الاستاذ دكتور محمود اسماعيل سوبرا كور ا نيو جيت فور بريس بايوبيك كوركشن. هو هنبتدي واحده ثانيه. وانت غيرت الموضوع بحي؟ لا لا هو 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 و لكن الكلمه دي انا حورتها جوه التكست هنشوفها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكرك يا دكتور احمد على التقديم الجميل وبشكر شركه بوشان لوم والدكتور محمد ابان على المجهود الرهيب اللي هو عامله معانا. وهو من زمان من ساعه ما شفته وانا عمال اقول له انت الشاسيه بتاعك بتاع استاذ يعني. I think everybody will be presbyope. يعني الفيميلز لما يعملوا عمليات تجميل ويحسنوا في شكلهم ده كويس وبيخلصوا من كل المشاكل بتاعت التجاعيد لكن اول ما تلبس نظاره القرايه بقى عرفنا سنها. فالبريسبيوبيا ليها فيريس تكنيكس للتصحيح اشهرهم النظاره والعدسه اللاصقه اللي هي ما انتشرتش قوي الحقيقه والكاميرا انلاي والانتراكورنيال لينسز والمالتي فوكاليتي في العدسات والمالتي فوكاليتي في الليزر ابليشن. وده النهارده التوك بتاعنا عنه. انا عايز بس افكركم دايما ان النير ريفلكس مش بس اكوموديشن، ده في مايوزس وسنترويد في شيفت، يعني البيبل بيتحرك لحته معينه والبيبل بيصغر. الحته المعينه دي عاده داون ليزر، عاده مش دايما داون ليزر، بالاضافه طبعا للايزوتروبيا اللي سيادتكم عارفين. مين العيان اللي ما بيجيليش بريسبيوبيا؟ انا استاذي انا الله يرحمه الدكتور محمد الرفاعي قرب لل 58 وكان بلس ربع وما بيلبسش نظاره قرايه. حاجه غريبه، اثنين بس من العيانين بيستفيدوا. العيان اللي عنده فيرتيكال كوما بعد الليزك مثلا يكون انت صلحته مع الوقت عدى ابتدى يبقى لسه الريزيدوال عنده هو الفيرتيكال كوما مع ماينس نص او حاجه زي كده، ده فعلا ما بيشوفش ما بيحتاجش نظاره قرايه. او العيان اللي البيبل بتاعته اصلا مايوتيك او تندنسي تو مايوزيز، وده كانت حال الاستاذ الدكتور رفاعي الله يرحمه استاذنا الكبير. ولو انتوا دققتوا في بعض العيانين تلاقي عندهم ديلي للنظاره بتاعت القرايه، هي لو دققت معاه هتلاقي فعلا ان هو البيبل بتاعته سلايتلي مايوتيك. احنا كنا عملنا نوع من انواع التحايل على الكورنيا واحنا بنعمل الليزك للعيانين اللي عندهم 40 45 سنه فما فوق، وكنا بننشف لهم في الداون نيزل اريا اللي انت حضراتكم شايفين، وكان بتجيب نتيجه بس بتجيب نتيجه ليميتد. يعني ايه؟ يعني مش جي واحد ولا حاجه، لكن العيان يقدر تو مانج سم مش كل التاسكس اوف نير ورك. وانا قعدت اعملها في عين واحده وانقي العين اللي هي مش الدوميننت لغايه لما زميلي وصديقي الدكتور اشرف صبري وشركنا في مركز نور الحياه لقطها وانا بعملها وابتدى يعممها، وبعدها فوجئت ان الدكتور عاصم زهران اصبح يعملها بطريقه سيستماتايزد وبعت لي هو الصوره دي اللي انتوا حضراتكم شايفينها. برضه بقت كويسه وكل حاجه، ولكن احنا الكونسبت بتاعها ان احنا بنعمل مالتي فوكاليتي في البريفري. فنيفر يو جيت ا كلير كات فور ذا كورنيا، يو ار هافينج ذا وورست لايت ريز، ذا بريفري لايت ريز، ودي مش اللي هي المحببه بالنسبه للريدنج، الريدنج تاسك فيري فيري اكيوريت، هي نيدز تو بي فوكست من سنترال اريا، وده اللي ابتدت نفكر تاني. طب ليه العيان بتاع الانتراكورنيال رينجز انتراكورنيال لينسز بتاعت زمان سنه 99 رساله الدكتوره بتاع الدكتور محمد فوزي، هو حاليا كنت انا مشرف عليه ساعتها وحاليا هو كونسلتنت كبير في مورفلز، العيانين دول ستيل بيجوا لنا. طبعا الانتراكورنيال لينسز دي بطلت وظهر بدلها الانليز اللي حضراتكم عارفينها. الانتراكورنيال لينسز دي العيانين بتوعها اللي عدوا ال 40 لغايه دلوقتي مش بريسبيوب. يبقى اذا هي لو انت حركت حاجه في السنتر عملت مالتي فوكاليتي في السنتر مش في الميد بريفري زي ما انا كنت بفكر في حاله الليزك قبل الليزك العادي اللي انا كنت بعمله اكيد النتيجه تبقى احسن. طيب انت عايز ايه؟ انت عايز فار وانترميديت في حياتك اليوميه. للاسف المعلومه دي غلط.
انت محتاج الانترميديت والنير في حياتك اليوميه اكتر من الفار. لو انت فكرت انت بتحتاج الفار في الدرايفنج اكتر ومحتاجه في التلفزيون، لكن الانترميديت لو انت بتتكلم مع الناس في صاله زي دي او النير وورك هو اكتر تاسك انت محتاجه. وبالتالي هو ده الكونسبت الجديد في التفكير. الله، طيب ما طول عمرنا عندنا مالتي فوكاليتي. بس ياما شفنا عدسات مالتي فوكال دخلت وخرجت من السوق، اشهرهم كانت الام والري اللي سيادتكم عارفينها. زرعنا منها 23 عدسه وشلنا منها 25 عدسه. الله، طب والاثنين دول جم منين؟ جم من بره، من بره المركز اللي كنت شغال فيه. جم اثنين كمان لما عرفوا ان احنا بنشيل العدسات دي، بعتوا لنا الاثنين دول كمان. وكانت قصه مشهوره، الدكتور تامر رجال بيضحك وهو عارف مين اللي زرعهم وفي سنه كام كمان، لان هو كان زميلي وكنا بنقتسم السب سبيشاليتي دي في المركز اللي احنا بنتكلم عليه. الدكتور عادل عبد الفتاح هي كانت بروميس الشركه، يعني زي يعني وضحت لنا ان الموضوع ده هيبقى لطيف. انا عايز اتحدى هنا، في ناس كبار قاعده، في ناس كبار قاعده، اهو الدكتور احمد توفيق استاذنا والدكتور اسامه ابراهيم والدكتور احمد المصري، الناس الكبار اللي قاعده، بلاش الشباب الصغيرين. انتوا فاكرينها؟ ده انتوا بتفتكروها بالعافيه، لان هي حاجه انت عايز تنساها، موضوع انت يعني الحمد لله ان هو مر وخلص ومش عدسه قد قاتله، يعني سببت مشاكل كتير جدا. وانا فاكر كويس ان العيان كان يجي يقول لي شيل البلوى اللي في عيني دي، شيل البلوى، شيل المصيبه دي، يعني ما كان تعبيرهم سيء جدا عنها. طيب ايه الكونسبت المختلف في الفاري فوكاليتي؟ الحقيقه الستبس بقت مور سموث، والترانزيشن من وان زون تو انذر از مور سموث ايفن، وبالتالي الانترميديت فيجن اتحسن، اللي انت عايزه في حياتك اليوميه الاساسي في حياتك اليوميه اللي هو الانترميديت فيجن. واللي انت ابتديت تتشجع ان انت تعملها بايلاترال، كنا الاول اي ابليشن نازل مع جهاز اكزيمر ليزر انت تخاف وتكش ان انت تعمل عينتين مع بعض. هل هي لكل العيانين؟ في سوتبل لكل العيانين. الزون الاساسي في النير فيجن موديليشن هو الزون الصغير خالص، الانر زون. الانترميديت زون، الاوتر الانترميديت زون ده بنخليه فور فار ديستنس، زي ما انا فكرتكم قبل كده بالنير ريفلكس يحصل مايوزس وشويه شيفت. فانت في المايوزس دي انت مش محتاج الميد بريفري، انت محتاج السنترال اللي هي الحته اللي انت هتقرا بيها. من هنا نتجت فكره السوبرا كور. طيب هل ده الكونتراكشن ده بيمنع الابريشن؟ على الاقل بيمنعها بنسبه كبيره جدا، ولذلك الريتنا بيوصل لها الهيلثي هيلثي بنسل اوف لايت، الحزمه الضوئيه الكويسه بتخش من خلال البيبل. وده ما بيضايقش الفار؟ لا، ما بيضايقش الفار، بدليل ان احنا وانا هوريكم الدليل دلوقتي، والدليل موجود معايا هنا، الدليل موجود معايا هنا في القاعه، انا مش لسه هروح اجيبه من بره، موجود حالا دلوقتي هوريه لكم. طيب ايه اللي حصل لي انا؟ اللي حصل لي انا دكتور عيون، انا دايما احب اطلع السلايد دي عشان انا ليا رساله لكل واحد دكتور صغير. انت مالكش في الاخر على عيادتك. عيادتك هي اكل عيشك وهي حالك والريفرنس بتاعك. الله يرحمه والدي سابها لي، ساب لي عياده جميله جدا، هامبل كلينيك في واحد ميدان سيدنا الحسين، حته شعبيه صحيح شويه لكن مكان جميل. وانا بعتبر نفسي ان اولد اوفثالمولوجيست، انا مش صغير، وانا انشنت زي الراجل اللي هو الدكتور العيون الايه الايه الفرعوني اللي قاعد ده، دكتور عيون من زمان، انا بكمل الطريق بتاعه. لغايه لما جه الشيطان وزنا الشيطان ان احنا نجرب الايه السوبرا كور، بقيت انا خايف وقلقان ومرعوب وريلاكتنت ان انا اجربها. حد بيزقك كده، وانا ايه لما حد بيزقني ببقى خايف جدا وحاسس ان ممكن تحصل مصيبه، ولكن كل الريلاكسنتي اختفى لغايه لما لقيت عمرو حجازي نفسه هو بنفسه عمل سوبرا كور، والدليل اهو قاعد قدامكم بيقرا من غير نظاره. والاول جربنا له في عين خدنا النات دوميننت اي اللي هي العين الشمال، وتبقت له العين اليمين فورفار، وبعد شويه ابتدى يزغلل لان العين الشمال بقت هي الدوميننت بالنسبه له اللي هي كانت نان دوميننت. وزي ما سيادتكم شايفين السنترال بارت بقى ستيب وهامت ليها بامب صغيره، هو ده اللي بيساعده في القرايه وما تاثرش في الفار ديستنس، وعمل الليزك في العين الثانيه. وهذا اكتر دليل ان التكنيك ده هيمشي وهيبقى كويس، ان هو نفسه اقتنع بيه. طيب
ايه الهوم مسج اللي احنا ناخدها من التكنيك ده، وايه النقطتين القاتلتين؟ البيوبل اهم حاجه. يعني انا في رايي الشخصي لو العيان بتاعك شفته في الميزوبيك كونديشن بيوسع، لا ملاش منه، ده هيقرفك، والبيوبل بتاعته مش هتقفل، وفي الفار هيبقى مزغلل، وانت هتفقد كل حاجه. بلاش تعمل عيان البيوبل بتاعته توسع. المسج الثانيه، بلاش العيان الانتي ديبريسنت اللي ماشي على انتي ديبريسنت لنفس الكونسبت ده، انت مش ضامن البيوبل بتاعته. بلاش العيان اللي بياخد بروستاتيك انتي بروستاتيك دراجز نفس الكونسبت، والبيوبل بتاعتهم فيها هيبس شويه. يعني ايه؟ زي ما الدكتور سامي كده بيشاور، ساعات وساعات، ساعات تفتح وساعات تقفل، وانت مش عارف له، هو هيجي يقرفك كل شويه يقول لك انا ساعات بقرا وساعات ما بشوفش من السواقه، ساعات وساعات. طبعا زي اي مالتي فوكالتي، بلاش الابريهنسيف هاي ستايل بيشنت اللي هو عايز ديماندنج كل شيء 100%. مفيش 100% في الطب. الكلمه اللي احنا تعودنا عليها من استاذنا الله يرحمه، كان دايما يقول الاستاذ الدكتور اسامه نافع واستاذنا الدكتور محمد رفاعي الله يرحمهم، كان دايما يقولوا لنا نفس الكلمه. بديهي جدا انت هتعمل هامب وبامب في السنتر اوف ذا كورنيا، فيو كانوت يوز الكورنيا مور ذان 47 ديجريز 47 دايوبترز كيراتومتري، فبالتالي برضو مش هتبقى تاخد الريزلت الكويس. انت عندك تو بروتوكولز، يو هاف مايلد اند ريجولار، يو كان دو ذا مايلد ان ذا دومينانت اي اند ذا ريجولار اللي هي البلس العالي اللي انت عايز مثلا اديشن بلس 2 اند هاف اور 3، يو كان دو ات ان ذا نون دومينانت اي اند يو كيب ذا مايلد فور ذا دومينانت اي. طيب الهانسمنت دي موجوده؟ ايوه موجوده، يو كان ليفت ذا فلاب اند يو كان ري انهانس مره جايه. يعني لو عمرو بعد شويه العين دي اللي هو عامل فيها سوبرا كور دي مش عاجباه وجه اشتكى لي، هنعمل له ريدو تاني ومش هيبقى فيه اي مشكله، وهيقدر تو فولو اب هيز تاسكس. طيب هل في شيء اخر على البينوكولاريتي؟ سربرايزنج لو ات از نوت لايك ذس. طب وات از ذا مين فاكتور ان مالتي فوكاليتي ان ماي اوبينيون؟ لو انتوا سالتوني انا هقول لكم على قصه بسيطه قوي. السنه اللي فاتت انا كنت زي ما سيادتكم عارفين انا ليا لينك في جامعه اسبانيه وما زلت لغايه هذه اللحظه محافظ عليها، فانا دايما اروح كل شويه كل كام شهر اروح احضر واقضي ساعات معينه لغرض معين وانتم عارفين. اللينك ده بيديني اكسس. نعم. طيب انا استاذ زائر في جامعه اسبانيه فانا بحافظ عليها، هبقول لسيادتك بعدين. فانا بالمره احضر مع في المعهد اللي انا اتعلمت فيه زمان، اشوف اذا كانوا بيعملوا حاجه كويسه ولا اللي هم بيعملوه هم نفس اللي بيعملوه، وانت بي شوكت ان انت ما بتعملش حاجه هم ما بيعملوش حاجه مختلفه عنكم، عشان تبقوا فاهمين اللي انتوا بتعملوه كله هو بيتعمل هناك، بس الناس اللي انتوا داخل الناس هناك منظمه شويه عننا واحنا شويه مهرجلين وكل الحكايه كده. طيب ايه اللي انا شفته من 3 شهور وكان ده شوكينج، لان انا حضرت لستة كاتراك كامله، لستة كاتراك كامله بيتزرع فيها تقريبا هناك دلوقتي زي ما حضراتكم عارفين اوروبا كلها تامين، التامين ما بيدفعش، the government does not pay for a good lens in your eye. This is the message that the ophthalmologist tells the patient in order to sell him a premium IOL. In order to sell a premium IOL ما عندوش غير الجمله السخيفه اللي بيقولها العيان دي اللي بيخوفوا فيها، ف 80% من العيانين بيحطوا مالتي فوكال لينسز لانه خايف على عينه من الجفرمنت لينس اللي will be put in his eye. This is a very stupid sentence that the ophthalmologists in Europe are telling their patients about. طيب ال 80 في الليسته 80% يعني تقريبا 15 حاله اتزرع لهم يا دكتور احمد، دكتور احمد المصري من اكثر الناس اللي بيزرع مالتي فوكال، 80% من الليسته بيتحط لهم مالتي فوكال. عارفين في كل لسته فيها 20 حاله كاتراك بتزرع لها 15 حاله مالتي فوكال، في بقيه الليسته في 3 او 4 حالات بيعملوا لهم اكستراكشن اوف اي او ال. ده معناها ايه؟ العدسه مظبوطه والبيبل مظبوطه وكل حاجه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الكلمه المشهوره النيورو ادابتيشن. مش كل الناس عندهم نيورو ادابتيشن، مهما عملنا في لاك اوف نيورو ادابتيشن بتحصل لبعض العينين. العيان ده مش قادر يقاوم الجلير اللي بيحصل، مش قادر يتفهم، مش قادر تو سوبر امبوز سوري وان ايمج ات ا تايم، هيز اولويز ريسيفينج ذا تو ايمج ات ا تايم. اف هي از كونتينوس تو ريسيف ذا تو ايمج ات ا تايم، مفيش حل غير ان هم بيشيلوا العدسه وبيستنوا 6 شهور
ويقعدوا يدوا له فلوبريكانس والكلام الفارغ اللي انتم عارفينه عشان ينتهي الامر ان هم في الاخر لازم يشيلوا العدد. I thank you very much. I'm sorry I have يعني اطلت شنه. شكرا، الف شكر. حاولت معاهم، بيعملوا لهم حضرتك طبعا زي ما انت عارف التيست اوف نون دوميننت اي والدوميننت اي، وبيعملوا لهم الريد جرين وبينزلوهم يعملوا سينوبت 4 اب تو سينوبت 4 ومفيش فايده برضه ملهاش. في امل في الادابتيف اوبتكس ان هم يعملوا لهم سيميوليشن؟ والله يا دكتور شفيق النقطه دي انا دافيد لو الراجل ده قال ان هو وصل لها I believe him. He is a, you know him very well and you know he is very serious this guy. Thank you. محمود بيكوت سؤال بس سريع، كنا عارفين ان السوبر كور احنا بنستخدمها ك يعني برايمري فيرجن ايز، لكن هل حضرتك جربت ان انت تستخدمها بوست ليزك او سودو فيكك او لا؟ ده هو اول حيان عيان عملته هو كان سودو فيكك. كان سودو فيكك ليه؟ لان العيان السودو فيكك اللي هو بلس نص ده عيان متنكد جدا، يعني خد بالك اسوأ حاجه في الدنيا للميوب ان هو يبقى بريس بيوب. ده يعني انت لما بيبقى عندك عيان مثلا الميوبيا بتاعته كانت ماينس 5 و6 وبتعمل له فيكو، هو كان جاله كاترك وبتعمل له فيكو، انت بتبقى مبسوط لسببين، انت شلت له الكاترك فالكلاريتي في الفيجن كواليتي فيجن عليت وبتصلح له الميوبيا بالظبط. على فكره مش كلهم بينبسطوا، والدكتور احمد فاهم الحكايه دي. في جزء منهم على فكره بيبقى يعني الحته دي عامله له اريتيشن انه هيلبس نظاره في النير ورك. النير ورك مهم جدا. مش اريتيشن ده، لسه جاي لي في الكليه شكوى من والله من حد من الزملاء، عامل واحده عمليه في العينين الاثنين 6-6 ان ايدد، كارهه الدنيا علشان ما قالهاش قبل العمليه انك هتلبسي النضاره القرايه. فدي نقطه برضو مهمه جدا، شكوى رسمي في عشان ما قالهاش انها هتلبس نضاره القرايه وكانت له مايوب قبلها. فالمسج برضو لينا كلنا ولاخواننا الصغيرين، لازم 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 تتكلم على العيان في الفيكو بالذات، تقول له انت مستني تشوف ايه؟ ديستنس بس ولا نير بس ولا تعمل له المالتي فوكال؟ كتير جدا من زمايلنا الاساتذه والجراحين لما بعمل لهم يقول لا لو سمحت انا عايز على ماينس 1.5 -2. ده بس طبعا انك تطلعه اميتروب مع ماينس 1 استجماتيز، ده بتدي له شويه مالتي فوكاليتي. فلازم تدسكاس وذ ذا بيشنت هو مستني يشوف ايه وانه اكيد هيلبس نظاره. لدرجه ان واحد بعمل له يوم الثلاث اللي فات عمليه، انا كاتب ودكتور برضه ودكتور بطنه واتناقشت معاه بالكامل، في الاخر كاتب وهو داخل ينام على السرير، قلت له انت استقريت على ايه؟ نير فيجن ولا الديستنس؟ قال لي لا اظبطنا على الاميتروبيا واشوف الاخبار ايه ولا انت ممكن نعمل لها مونو فيجن. فحته الدسكشن بتاعت النير فيجن دي فعلا من اهم ما يمكن. اعتقد ان قرار السوبر كور في السودو فيكك في الحالات دي هيبقى سهل. انا يعني انا جربت بوست ليزك سوبر كور في حالات كتيره قوي، كنا عاملين لها ليزك من 10-15 سنه تمام، ودول كانوا ديماندنج قوي ان هو بعد ما يوصل للبريس بابيكيشن ان هو طبعا اكيد القرار ده هيكون كويس. انا برضه عملت حالات سودو فيكك بس ما كانش لسه السوبر كور موجود، وانا لسه ما اشتغلتش طبعا في السوبر كور بامانه، لكن عملت له انذر ليزك تكنيكس كان بريس بياند وقتها وكان فيري ساتيسفايد بالنير والديستنس فيجن. يعني there is still place for pseudo fakics to do supracore او any press by pick. معانا دكتور برافو كمان عمل سوبراكور بوست فيمتو سمايل، بوست سمايل مش عارف كان تجربته غريبه شويه اوتسايد زي يعني بروتوكول، بس واز ات اوكي؟ سريع بس. هو انا جالي فعلا بيشنت كان عامل سمايل ويز وان اوف اور دير كوليجز، الريزلت كانت اولموست بلانو، شيز يونج 40 ييرز اولد. انا شرحت لها بالتفصيل، طبعا احنا بنشتغل سوبر كور 47 بلس. I explained to her ان احنا هنعمله بي ار كي، I did and the result was very satisfactory for the patient. Thank you.